ربيع السماعلي تنقبت عام 2009 ودخلت بعدها معترك السياسة، إلى أن رشحها ما يسمى ائتلاف الشعب يريد لخوض الانتخابات التشريعية عن ولاية مدنين. أنا اللي دفعني أن أخوض الانتخابات هو حق لكل تونسي، يعني حق مكفول لكل أي إنسان له الحق في الخوض الانتخابات. فأنا ريت روحي يعني أني نجم نكون نخدم بلادي أو ننفع من مكاني، وأنا موجودة يعني في تونس، فقررت أني نخوض تجربة الانتخابات ونكون فاعلة إن شاء الله. وترفض ربيع الآراء التي تقول إن دخولها مبنى البرلمان يعني بالضرورة الدعوة لبناء دولة الخلافة الإسلامية. هي ما هي دولة الخلافة الإسلامية؟ أولا يجب البحث تفصيلي في دولة الخلافة الإسلامية، لكن شعب تونس هو شعب مسلم، يعني ما يبحثش على دولة الخلافة الإسلامية، هو مسلم بالفطرة، فكيفاش أنا مانيش باش نجيب فتوحات، أو بالعكس نعمل على العلم على العمل على أنه تكون تونس من البلدان المتقدمة. وفيما تسعى ربيعة في برنامجها إلى تقوية العلم والتنمية في تونس كما تقول، تشكك جهات أخرى في هذا المسعى وتعتبر أن ارتداء النقاب ليس ناجما عن خطة سياسية مدبرة. يعني أظن أن النقاب ربما يكون حل في بعض الحالات، حل شخصي أو حل نفسي أو حل ذاتي، ليس علاقة بالأفكار المتطرفة. الشارع التونسي الذي عرف انتشار النقاب بشكل ملحوظ بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي ينقسم في الرأي تجاه مشاركة المرأة المنقبة في العمل السياسي عموما وفي العمل البرلماني خصوصا. لكن كان قابل أرفضه تماما، فما بالك أن تكون في مجلس تأسيسي منقبة؟ ما عندي مشكلة أنا متحجبة أو متنقبة أو حتى أن تكون، ما بعرف معناها أنها تحكم البلاد ولا تحكم. الجدير بالذكر أن السنة الماضية شهدت تراجعا ملحوظا في ارتداء النقاب لدى التونسيات مقارنة مع سنوات خلت لأسباب عديدة، أهمها فشل الإسلام السياسي في التأثير على الشارع التونسي جديا وفقا لبعض المراقبين. وأمام الجدل الحاد في تونس بشأن النقاب، يعتقد البعض أن المهم بالنسبة لعمل مجلس نواب الشعب ليس النقاب، وإنما ما ستقدمه هذه النائبة أو تلك بغض النظر كونها منقبة أو محجبة أو سافرة. أكرم خزام، الحرة، تونس.